الرئيس المصري يؤكد أن تفجير الكنيسة البطرسية نفذها انتحاري. الولايات المتحدة تعلن إرسال 200 عنصر عسكري إضافياً لسوريا. الجيش السوري يعلن إرسال تعزيزات إضافية لتدمر بعد عودة داعش إليها. نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس، أهلا بكم. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن منفذ حادث تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة والذي أودى بحياة 24 شخصا كان انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا. وأكد السيسي أن قوات الأمن المصرية قبضت على 4 أشخاص بينهم سيدة على صلة بالحادث، مشيرا خلال تشييع الضحايا إلى أن السلطات تبحث عن شخصين آخرين هاربين متورطين بالتفجير. أعلن وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر أن بلاده سترسل نحو 200 عنصر عسكري إضافي إلى سوريا للمشاركة بمعركة الرقة. وأضاف كارتر أن القوات الإضافية ستشمل عناصر في قوات العمليات الخاصة سينضمون إلى 300 جندي أمريكي يشاركون في عمليات تجنيد وتنظيم وتدريب وتقديم المشورة للقوات المحلية السورية التي تقاتل تنظيم الدولة. أعلن الجيش السوري أنه أرسل تعزيزات إلى مدينة تدمر حيث وصل مسلحو داعش إلى مشارفها بعد أن فقد تنظيم سيطرته على المدينة التاريخية قبل أشهر. وقال الجيش في بيان إن التنظيم سيطر على مناطق الشمال الغربي والجنوب الشرقي من تدمر وأن الاشتباكات مستمرة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هجوم داعش على تدمر أسفر عن مقتل عشرات الجنود السوريين. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. رئيس الوزراء الفرنسي يطالب بتمديد حال الطوارئ. أهلا بكم من جديد. طالب الرئيس الوزراء الفرنسي برنارد كازانوف بتمديد حال الطوارئ حتى 15 من يوليو، مشيرا أن السلطات أحبطت 17 هجوما في البلاد منذ بداية هذا العام. وأضاف كازانوف أن البرلمان سيصوت على مشروع قانون بهذا الخصوص الأسبوع المقبل. يشار إلى أن فرنسا تحت حال الطوارئ منذ الهجمات الدامية التي شهدتها باريس في نوفمبر من العام الماضي. قتل 5 أشخاص في شمال شرق بلغاريا في انفجار غاز في قطار شحن يحمل مواد كيماوية. وأعلنت السلطات البلغارية أن نحو 20 مبنى دمر بسبب الحادث، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين تحت الأنقاض. في الختام تذكير بأهم العناوين. الرئيس المصري يؤكد أن تفجير الكنيسة البطرسية نفذه انتحاري. الولايات المتحدة تعلن إرسال 200 عنصر عسكري إضافياً لسوريا. الجيش السوري يعلن إرسال تعزيزات إضافية لتدمر بعد عودة داعش إليها. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا. للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا www.focusacademy.tv. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.